درجات الحراره وللمزيد من التفاصيل المتعلقه بحاله الجو الايام اللي جايه معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيكم يا فندم. طبعا احنا النهارده يعني 10 اغسطس، قول تلت الشهر عدى، التلتين اللي فاضلين ظروفهم ايه وخصوصا الكام يوم اللي جايين بما اننا داخلين على ويك اند. دكتور محمود اتفضل. الحمد لله الاجواء الصيفيه في مصر السنه دي ما سجلتش درجات حراره مرتفعه حتى الان زي ما شفنا السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت تسجيلات درجات الحراره تجاوزت ال 40 درجه على القاهره في بعض الايام، لكن الحمد لله حتى الان لم تتجاوز تسجيلات ال 40 درجه خالص. يعني في الجزء اللي فاضل من اغسطس او بمعنى اصح فيما تبقى من فصل الصيف في جزء ايجابي وجزء سلبي شويه. نبدا بالايجابي طبعا، وهو ان درجات الحراره تدريجيا مش هتزيد عن اللي فات 33 34 في الظل 35 في الظل، لكن طبعا الجانب السلبي هو ارتفاع نسب الرطوبه بشكل ملحوظ جدا جدا طبعا. ده اللي بيتسبب طبعا في المزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار، والاختناق اللي احنا بنحس بيه في الاماكن المقفوله شويه او الاماكن الضيقه بالليل مع ارتفاع زياده نسب الرطوبه بالليل. صحيح. لكن طبعا كالعاده المناطق الساحليه الويك اند طبعا في المناطق الساحليه تطل على البحر المتوسط هي دي تعتبر انسب اماكن في جمهوريه مصر العربيه هروبا من ارتفاع درجات الحراره في المناطق الداخليه. طيب على ذكر تفصيله الرطوبه يا دكتور محمود، يعني انا عايز اسال حضرتك على حاجه ليها علاقه بموروث الشعب مع الارصاد الجويه بشكل عام، انا مش بتكلم على الفتره دي، ده من زمان. ساعات كتير قوي بنلاقي مثلا بنكون حريصين وبالذات في الصيف على ان احنا نعرف درجه الحراره كام، فنقرا في الجرايد او نشوف في نشرات الاخبار الى اخره، فنلاقي رقم معين، لكن تاني يوم لما بيجي بنلاقي احساسنا يعني بالحراره اعلى بكتير من الرقم اللي احنا عرفناه او اللي احنا قريناه، فدي بتكون بس ناتجه عن التفصيله بتاعه الرطوبه دي اللي بتحسسنا باحساس مبالغ فيه بالحر. بالظبط طبعا يا فندم، هو للاسف الشديد طبعا زمان شويه ما كانش في لغه تواصل بين الارصاد الجويه والجمهور طبعا، الا ان الارقام اللي مكتوبه. مظبوط. انما دلوقتي طبعا عن طريق تواصلنا مع حضراتكم او باقي القنوات والفيسبوك وموقع الهيئه والثقافه اللي بدات تشتغل بها الارصاد الجويه ان هي تبدا تشوف الناس حاسه بايه وتديهم زي ما بتديهم درجه الحراره الواقعيه اللي بتنزل في المنظمه العالميه، برضه بتديهم درجه الحراره المحسوسه اللي المواطن حاسس بيها نتيجه تاثير العوامل الاخرى زي ارتفاع نسب الرطوبه طبعا. صحيح. جميل. طيب احنا عندك هات ايه سؤال دكتور محمود؟ تمام. قبل ما نقفل المكالمه على كده. طيب احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على وجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، والحقيقه شخصيه جميله دكتور محمود وكروي جدا جدا جدا، وياما لما بنتكلم معاه يعني بعد ما نخلص الجزئيه بتاعت حاله الطقس ودرجات الحراره بندخل معاه في تفاصيل في ماتش امبارح مثلا واللي حصل ورؤيته وتحليله الى اخره.